الإجراءات كانت قاسية، خاصة الإجراءات الأخيرة، وكذلك حزمة الإجراءات التي تتسبب بعض المعلومات عنها التي سوف تتخذ خلال الأيام المقبلة من قبل حكومة السوداني. لكن السودان الآن في موقف لا يحسد عليه، فمن جانب الإطار التنسيقي وتحالف قوى الدولة بشكل كامل هو محرج أمامه بالتزامات وضعها على نفسه ووافق عليها بشكل مباشر وصريح. وأيضا من جانب الآخر، جانب الفيدرالي الأمريكي الذي يتحدث وزود العراق بتقارير تتحدث عن عمليات غسيل أموال تقوم بها عدد ليس بالقليل من المصارف الداخلة في مزاد العملة، وبالتالي هذه الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الفيدرالي الأمريكي وضعت حكومة السودان في موقف محرج جدا وموقف لا يحسد عليه. لذلك فهو مطالب الآن بإجراءات تثبت جدية هذه الحكومة في إصلاح المنظومة المصرفية لقطاع المصرف العراقي، وتقديم الآلية والرؤية الجديدة لحكومته في هذا الجانب، خاصة وهنالك زيارة مقبلة لوفد رفيع المستوى من العراق ذاهب إلى واشنطن لمناقشة هذا الملف هناك. لذلك يجب أن يحمل معه الرؤية الجديدة، وهذا الأمر يحتاج إلى اتفاق أو على الأقل الضغط على الإطار التنسيقي من أجل الموافقة على بعض ما سيطرحه السيد السوداني في الفترة المقبلة.